فخير اهلا بيكم حلقه جديده من جمالك. حلقتنا النهارده مختلفه، هكون معاكم انا وايناس النهارده. مساء الخير يا ايناس. مساء الجمال، مساء كل منورين. حاجه حلوه النهارده، وكل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه يا ايناس. عندنا مفاجآت وعندنا حاجات كثيره جدا. عيادات نبض بصراحه يعني مش سايبين لنا فرصه ان احنا ما نستمتعش بالعيد. اكيد يا ايناس كل حد فينا بقى دلوقتي. انا هستغل اصلا فتره العيد دي عشان اعمل اي حاجه، اعمل بيلينج، اعمل اي فراكشنال ليزر، يعني اي حاجه عشان طبعا بشرتنا المجهده. أيوة. الميك اب كل يوم نقضي العيد كده بطريقه جميله. بالظبط. عايزه اقول لكم ان اي مشاكل دلوقتي في البشره في الشعر، يعني عيادات نبض بتوفر لنا كل التقنيات الحديثه كمان بخصومات. تعالوا نتكلم مع دكتوره اميره النادي، ضيفتنا النهارده اخصائي الجلديه والليزر بعيادات نبض. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير حبيبي، منوره. نورك يا روحي. اعترفي، عامله ايه النهارده؟ عامله حاجه، ده بيلينج ولا فيلر ولا هايفو ولا ايه؟ عامله حاجه. هو الواحد ما بيعرفش يداري عنكم اي حاجه كده. لا بس انت قمر على طول. دي كانت سرنجه واحده. انت عارفه بقى من كتر ما الناس فعلا بتخاف من الحقن وكده، يعني طبعا من اكتر حاجات يا ايناس انا بخاف منها جدا، واللي انا كمان بخاف منها هي الخيوط. هل الخيوط فعلا بتساعد ان هي ترجع النضاره، مش بس ان هي تحل مشكله التجاعيد او ان هي تشيل التهدل؟ وهل فعلا في مناطق في الجسم غير الوش والرقبه ممكن نستعمل لها الخيوط؟ وايه انواع الخيوط وبتستخدم؟ بصي انا جبت لك كل حاجه، كل اللي في العالم. ايوه. الخيوط طبعا انضف واحسن حاجه في العالم كله، اللي هو الخيوط الفرنسيه او الذهبيه. في منها طبعا الامريكيه البايوليفت، دي مكسره الدنيا. ده نوع خيوط اسمه بايوليفت. ده الامريكيه، ولونها من بره ابيض في ذهبي كانها مطليه بميه الذهب عشان الناس تبقى حافظه شكل. طبعا يا روني اتكلمنا من زمان قوي من السيشن القديم ان في سيزون القديم ان في الخيوط اشكال وانواع، منها خيوط النضاره اللي هي الليفتنج، في ليفتنج، في ريجوفينيشن. الخيوط النضاره اللي هي بتبقى صغيره وينفع نكون بنحقنها في الوش. ده الفيديو ده انت هنا ده الليفتنج طبعا هي محتاجه تعمل شد. طبعا انت كل مره بتخافي مني يا روني تقولي لي، فانا جبت لك الفيديو اهو لحد عندي، واحده من العياده واحنا قاعدين بنتكلم، يعني انا عايزه اركز على بقها، احنا بنتكلم وبنضحك وبنهزر، وهي عيانه بقت ماي فريند صراحه، جايه من السويد مخصوص عشان خاطر تكون بتقدر تعمل ميني ليفتنج. انت هنا بتعملي لها تحت الودان ده؟ انا كنت خلصت منطقه الخد، لان انا اخذت ربع ساعه كامله في الفيديو فقطعته، خلصت منطقه الخد ودخلت على الفك، فبشد منطقه الفك والرقبه عشان ارسم الجو لاين. اوكي تمام. طبعا احنا قاعدين نتكلم زي ما انت شايفه، يعني يعني مش باين عليها اصلا حاجه، يعني لا هي بتحكي ولا لي ان هي طالبه اي حاجه. وانا بقول لها قومي عشان اشوف شكلك ونبدا نكون. الخيط لسه موجود، انا لسه ما شدتش الخيط للاخر. بوريها صورتها الاول، بقول لها شوفي الفرق ما بين اليمين والشمال. اليمين اتعمل اهو، هو جاهز. الشمال انا لسه ما خلصتوش، فبقول لها تحبي نشد كمان، لان انا ببقى لسه مبقيه الخيوط الحرف بتاعها ولسه ما قصتوش عشان اخد راي البيشنت. يعني بقى هنا بتشدي؟ انا هنا بشد، وبعدين طلبت منها انها تقوم زي ما كان موجود عشان اشد اكتر ولا كفايه كده، وباخد رايها وبس. يعني انت بتخلي الخيط، لكن اما تيجي تقفلي بتشدي لحد ما تقول لك لا خلاص، تقولي مثلا لا طب يا دكتور زودي شويه، طب انا عايزه لا ازود هنا كمان خيط، وبنتناقش مع بعض زي ما انت كنت شايفه. هنا فرق ده بيفور وقف. لا فعلا النتيجة انا جايبه لك يا روني مخصوص الصور دي، لان انا دي خيوط بس دي ثريدز، وعملنا سنه فيلرز في الليفتنج في الخد بعد ما خلصنا. وطبعا كانت عايزه تعمل فوليوم في شفايفها، يا جماعه هي عايزه عريس يعني بالمناسبه، وطلبت مني يعني واللي عايز يعيد مش لازم عريس. برضو بنقدر نستخدم الخيوط دي في كل المناطق في الوش؟ بنقدر نستخدمها في كل المناطق على حسب شكل الخيط، يعني الخيط اللي بنرفع بيه الحاجب غير الخيط اللي بنرفع بيه الخد، غير الخيط اللي بنرسم بيه تاكسس، غير الخيط اللي بظبط بيه منطقه اللغد، غير اللي بستخدمه للدراعات والبطن والسد. يعني ممكن استخدم خيوط للثدي كمان؟ بس ما تجينيش واحده يعني دراعها متر الا ربع وتقول لي شدي لي دراعي بالخيوط.
أوكي. حرام يعني ده أوكي. اعجاز عايز دوباره مش عايز دوباره. فلا لما يبقى واحده مثلا عامله عمليه تكميم او نازله شويه كيلوات ومش عايزه تعمل عمليه جراحيه فاقدر اشد دراعها بالخيط او الثدي او الكلام ده والثدي برضو بالظبط حسب بقى درجه الترهل ولا حسب درجه الكبر بتاع الثدي؟ لا الاثنين ما هو درجه الترهل وما ينفعش الثدي سوري يبقى كبير في الحجم ووزن وزن تقيل جدا واطلب من الخيط يرفعه استحاله فدي عمليه فاشله وانا ما احبش ادخل في موضوع اني اعمل حاجه واحس ان ما فيش نتيجه. هل بقى الهوكس اللي بتبقى في الخيط للرجاله مختلفه عن الستات؟ لا مش قصة الرجالة مختلفة عن الستات هو نفس شكل الخيط ولكن الرجال عندها وشها بيبقى العضلات أكتر الجلد سميك أكتر من الستات فأقدر أستخدم عدد زيادة من الخيوط وكل ما الحالة بقت السن بتاع نسيت نفسها شوية والسن بتاعها أكبر كل ما بدل ما برفع الوش بثلاث خيوط أقدر أرفع الوش والرقبة بخمسة فده اللي بيحكمني عدد الخيوط مش بس أكتر. قلتي حاجة مهمة وأكيد لفتت نظرك برضو الناس هي الخيوط في البطن يعني البطن كمان في خيوط لرسمه البطن بتبقى طبعا الستات اللي بتبقى خارجه من عمليه سيزيريان او خست شويه بس طبعا برضه خدي بالك مقاس البطن بيفرق جدا يعني اللي هو بتاع مثلا 5 كيلو مثلا بالظبط مش اكتر من كده يعني هي الناس بتبقى محافظه على وزنها مش عايزه تعمل شد ومش عايزه تعمل جرح وشد وعمليات والكلام ده فبنبدا نشد بخيوط لو شايفه ان مش هقدر اساعدها طبعا لازم نكون بنعمل شد بالجراحه اوكي طب حلو جدا طب يعني احنا شفنا في الفيديو كان نفسي اسمع صوت الكلاينت عشان تموتي على روحك من الضحك في الفيديو لكن لو هنقول مثلا ان في لو ناس بتخاف من ضمنها طبعا يعني انا وهي على فكره تقريبا نفس الناس اللي بنخاف من حوار الخيوط والدخول يعني برضو يمكن ناس كتيره ما تقدرش انها يبقى عندها جرأة انها تعمل كده لو هنقول برضو عندها تقريبا نفس المشاكل ومش عايزة تستخدم أكيد الخيوط غير كده لما المرة اللي فاتت كنت معايا طبعا أنا ودالا إن في حاجة اسمها داينكود وكولفتنج ده تقريبا من ضمن الحاجات الحديثة اللي انت قلتيها لنا عليها آخر مرة ولنا أكتر بقى في الحوار ده دلوقتي للناس اللي بتخاف تعمل ليفتنج بثريدز أقدر أبدل الموضوع بجلسات هايفو اقدر ابدل الموضوع هايفو. بجلسات كول ليفتنج ده عباره عن جهاز تبريد كرايوثيرابي مع تكنيك الكاربوكسي بيدخل الهايلورونيك اسيد او الفيلرز فيعمل ليفتنج من تلقاء نفسه اللي هي بتتشكشك ولا جرب دخل ولا جربتيه على نفسك ما بلاش بقى يا رولي تحرجوني فرحاني دايما كده لا يعني ايه الجديد يعني شايفاكي شكلك يعني حلو هو حلاوته ان هو اقدر اعمل بيه جلسات نضاره طبعا الصوره دي بعد ما عملنا جلسات هايفو وبعدين هو عمل اول جلسه هايفو ما عرفش يكمل وما كانش عنده وقت لان هو مش عايش هنا فاضطريت اعمله ليفتنج بثريدز وحقنت كمان بوتوكس انت لو شايفه حول العين الكشكشه اللي موجوده كمان كان في عندنا فراغات في الخد وهو بيضحك ورسمنا تاكسس ظبطناها بخيطين يمين وخيطين شمال دي لو حد عايز يعمل اللي هو الداينكود زي ما اتكلمنا الداينكود يا روني انت ما كنتيش معانا دي كل وش مننا ليه كود معين ليه باسورد سر بنقدر نفك السر ده بيه اسمه داينكود بنقدر ان احنا نكون بدل ما طريقه الحقن القديمه اللي بتخوف كل الناس سوري انا كنت لسه بتفرج على التلفزيون في واحده في وشها كله مطبات حته عاليه وحته واطيه اللي حل لنا المشكله دي فكره الداينكود ان كل وش روني غير وش ايناس غير وشي انا كل واحد ليه كود معين بالظبط ده بيبقى على اساس البون ستراكشر بتاعت الوجه البون ستراكشر شكل الجمجمه سماكه العضلات مدى تهدل الجلد فدي كلها اسسمنت الدكتور يعني بيعملها يعني انا بقعد على الجهاز هو بيقيس كل حاجه وبيطلع لك ريبورت انت بتقدري تحققي اقدر امشي عليه لان بيبين لي الفراغات الموجوده في الوش هي محتاجه فين تعمل ليفتنج مش مجرد مثلا جايه لي بالخطي الابتسامه هنا فيلا ادب لي سرنجتين فيلرز يمين وشمال هو غلط اوكي فانا ممكن تكون المشكله عندي من فوق ممكن تكون المشكلة عندي من التامبلز فاضية فهي اللي موقعة كل ده صح ممكن تكون المشكلة عندي في حفرة لما الناس تيجي تضحك أو من غير ما تضحك في دايرة فاضية هنا عاملة شادو غامق فالكود بتاعها فين ما ينفعش أروح أضرب السرنجتين هنا وخلاص ده غلط فكل وش ليه كود بقدر أفحصه أعمل ليفتنج من التامبلز
بالزيجوما من من تحت الزيجوما كل حد فينا او من التاكسس كل حد فينا عنده نقطه ضعف او الكود بتاعها اللي لازم نكون بنعالجها. طب للناس بقى اللي هي مستنيه العيد ومستنيه انها يبقى عندها نضاره، احنا قبل كده عملنا هنا على الهوا كولاجين مع كافيار ودكتوره اميره عملت لنا الحاله دي، لكن الناس بقى اللي ما شافتش الحلقه دي وعايزين يعرفوا الكولاجين والكافيار ازاي هم بيعالجوا نضارة للوش، عشان طبعا انت عارفة العيد داخل والناس عايزة تلحق الخصومات والعروض بتاعت عيادات نبض. العيد داخل وناس طالعة من امتحانات وناس طالعة من نتائج وفي عرايس عندها خطوبات وفي عرايس كلام كتير قوي، وسوري حتى لو ما عندناش اي مناسبة خالص مش ضروري يبقى في مناسبة، مش لازم تبقى في مناسبة عشان تاخد بالها من نفسها. دي حقيقة. عايزة احط كلمة تحت خط تحت كلمة النضارة، النضارة هي كورس. النضارة ما هياش جلسة بنخلق فيها نانسي عجرم، هي مش كده. اوكي. نضارة تعب وبنتعب مع بعض وبنتقابل، حتى لو هتحقن جلسة بلازما منها هي شخصيا، حتى لو هتحقن كولاجين وكافيار، الكولاجين والكافيار بيعوض الفقد ببساطة أو بيعوض العجز اللي موجود في الوش، فتبدأ تحسن الحتة اللي كانت ضلمة أو الحتة البهتانة. ده اسمه كورس. كل كلمة من هنا ورايح يا روني عايزين نركز تحت كلمة أنا عايزة أتحول، إحنا مش عايزين نحول حد، إحنا عايزين نرجع لأصلنا أو بالزبط. بس برسمة يعني. بالظبط، إحنا عايزين نبقى إحنا بس شكلنا مش بهتان مش دبلان مش ضعيف. أوكي. حلو، حتى الصورة هنا برضو مبينة. بالظبط، هي نفس المدام تمام. دي بتاخد وقت قد إيه وإزاي أنا أرجع يعني بسرعة وهحافظ على ده إزاي؟ حلو قوي. الحالة بحب أقابلها كل شهر مرة او كل 3 اسابيع مره، ناخد 3 4 جلسات ورا بعض. أوكي. عشان تنطق الوش. الله. دي برضو قبل وبعد. بصي ناتشرلي كده بالظبط، حاجه طبيعيه وبس مورده كده وحلوت. بالظبط. حلوه قوي، حتى لما حتى لو ما فيش تلاحظي ان في ناس ما عندهاش تجاعيد اصلا وناس تبقى صغيره جدا بس عندها بيلينج او عندها هالات او عندها اي مشكله في وشها، بس هتلاقي برضو عندها النضاره ما فيش، ما بتشربش وشها دبلان جدا وبهتان عندها قصة دي. طب يعني لو هنتكلم في واحدة بس نضارة، الجلسات بقى بتبقى يعني بتختلف من اكيد من حالة لحالة. على حسب الاحتياج. بس يعني الحاجة المضمونة كم جلسة؟ من 3 لـ4 جلسات. وطرق النضارة كتير جدا غير الكولاجين والكافيار، الكربون ليزر، الجيت بلازما، الفراكشن ليزر بيعمل نضارة، البلازما كذا حاجة، البلازما زوم، في طرق كتير جدا جدا بتفرق من نوع البشرة للتانية يعني. طبعا بتفرق من نوع البشرة للتانية، بتفرق من 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 السن كمان. خدي بالك اللي بتجيني عندها 20 سنة دبانة من فترة امتحانات ورايحة تتجوز، غير اللي جاية عندها 40 50 60. طب العروسة بيبقى كتير قوي من العرايس بيبقى عندها مشكلة بتاعت الأماكن الدكنة. ممكن أندر آرمز، ممكن تكون ما يعني التصاق فخذين وخست عند الركب، فمناطق كتير مناطق كتيرة جدا، وهانيمون بقى ومسافرة وهتلبس المايو، فبتبقى محتاجة ان هي تفتح الأماكن دي. ده ممكن يحصل في خلال قد ايه؟ يحصل في خلال من جلستين لـ3، يعني المفروض نبقى قبل الفرح 2 لـ3، ما نتاخرش. تستعملي ايه يعني؟ ايه؟ تستعملي ايه عشان بنستخدم الاسيليا ماسك، الجرين بيل، بنستخدم احماض الفواكه، بس مش احماض فواكه، الكريمات، عشان كان عندي واحده امبارح بتقولي طب ما هي دي الكريمات اللي احنا بنجيبها من الصيدليه، مش هي دي خالص طبعاً. يعني ما ينفعش تستخدميها مع نفسك في البيت، هتحرقي نفسك وهتغمقي اكتر من الاول، ودي حرام. حالات كتير جدا شفتها، مش عارف بنت خالت بنت عمت وصفت لها حاجه فحطت لها في رجليها فبقت رجليها بوتش، وده حرام جدا. دي منطقه الركبه والقوره بتاعت الراس، عشان الناس بتتفرج علينا تبقى عارفه احنا الاماكن يعني الغامقه. الاماكن الغامقه اللي في الجسم، بس هي بتبقى تركيزات مختلفه بطبقات مختلفه. طبعا الدكتور لازم يبقى تحت اشراف دكتور، مش صاحبتي او بنت خالتي. بالظبط. فاقدر اعمل التقشير بالفراكشنال ليزر، اقدر اعمل تفتيح بالكربون ليزر، اقدر اعمل كورس تفتيح جلوتاثيون، حقن جلوتاثيون عن طريق العضل او الوريد مع فيتامين سي، وده حاجه قليله جدا مش موجوده كتير في السوق، احنا بس اللي بنحقن الجلوتاثيون في الوريد. لان هو الامبولات بتاعته اسباني جايه مخصصه تقدر تتحقن في الوريد وتجيب نتيجه سريعه جدا للناس اللي عندها فرح. الرجاله اكتر بيلبسوا تي شيرت وبيبقى عندهم زبيبه الصاله، برضو دي بتعتبر من ضمن الاماكن الغامقه يعني، مش بس العروسه يعني. حقيقي. فهل الكوع فعلا برضو ممكن تعملي له نفس الكوع، الركبه، زبيبه الصاله، كل دي ليها طريقه تاشير. لازم يكون يا جماعه تحت اشراف طبيب بليز، لان انا ياما شفت عرايس مقشرين لنفسهم وكانت ماساه.
في ناس بجد تحرق وشها بقى خلاص. في ناس حرقت نفسها قبل فرحها واجلته لانه هي مش عارفه تحط ميك وتتجوز ازاي. فبليز يا ريت موضوع التقشير ده بالذات ما ننصحش فيه بعض. يعني لازم تحت اشراف طبيب. بجد بلاش ننصح بيه بعض. طب لو هنتكلم برضو عن الغمقان، ما يبقى اكيد في حاجات بتتاخد او استخدام حقن برضو، نبتدي نعرف يعني امتى في يعني او في الحالات اكتر حاجه بتفتح عن طريق استخدام الحقن، الحالات اللي هي مستعجله ومفيش وقت خلاص، داخلين على فرح عايزين حاجه لو دي سريعة. تحت العين، لو نفتكر ان تحت العين بيعمل تفتيح، فيلر تحت العين يعمل تفتيح، فيلر النضاره يعمل تفتيح، الفيتامين سي يعمل تفتيح، الكولاجين بيعمل تفتيح، حقن زي ما قلنا الجلوتاثيون تعمل تفتيح، طرق كتير جدا جدا، كل حد ليه طريقه مناسبه ليه. اكيد. طيب تجاعيد الجفون والرقبه، ايه الجديد اللي موجود في عيادات نبط واللي ممكن ان الناس تعمله برضو على دخلة العيد علشان التجاعيد بتاعت الجفون؟ ساعات بنلاقي الجفون ساقطة او هنا بيبقى فيه صح. دي يا اما منفوخة يا اما داخلة لجوه، وبرضو في الرقبة ده روني ما كنا لسه بنتكلم ان ازاي بنقدر نرفع حواجبنا بالبوتوكس صح. او الناس اللي مش عايز تعمل بوتوكس نقدر نعمل بالجد بلازما، الناس اللي بتبقى يعني حاله متقدمه وصعبه شويه فبنضطر ندخل الجد بلازما والبوتوكس. تجاعيد الرقبه بتبقى عن طريق الكول ليفتنج زي ما قلنا، بتبقى عن طريق الهايفو دي برضو جلسات، بتبقى عن طريق البوتوكس، بتبقى عن طريق الخيوط، طرق كتير جدا جدا. شفتي الجفون؟ اتمنى الصوره اللي قبل دي كانت بتوضح ان قد ايه الجفن ساقط وفي اكسس سكين. ممكن نشوف الصوره اللي قبل دي على طول اللي هي فيها الكراوس. حتى الرقبه هنا برضو اختلاف. ايوه بالزارة. هي هنا انت كده فردتيها، ده بوتوكس ده مش كده؟ بوتوكس وجد بلازما الاثنين. لان هي سنها كان معدي شويه، فاحنا هي عايزه تعمل حاجه سريعه. انت شايفه طبعا حقنت ده فرق رهيب. يعني في فرق والجفن اترفع ومفيش تجاعيد ومبسوطه، فدي حاجه انصح بيها الستات طبعا. غير كده تجاعيد الجبهه، الرقبه كمان زي ما اتفقنا قلنا الهايفو الكول ليفتنج، بتبقى النتائج تقريبا رينج من اسبوعين لثلاثه بعد اول سيشن، فبيبقوا مبسوطين. برضه عايزة من هنا برضه اللي هي اللي بتبقى كده وانت قاعده بالعرض كده، اللغد ده الخطوط اللي بالعرض والخطوط اللي بالطول واللغد اللي بيضايق ستات كتير طبعاً. حتى المحجبات على فكره ما بيعرفوش يلبسوا أيوة صح. حجاب في مناسبه معينه غير اللي دايما رابطين نفسهم كده، بتبقى هي جايه بتفاجئني على المكتب تقول لي بصي انا هفاجئك باللي هيحصل، تفك الحجاب في حاجه نازله. فبليز يعني مش عايزين نستنى لما الدنيا تقع طبعا، احنا هنشتغل على فكره. بس انا ما بحبش الست تبقى مش واخده بالها، مش واخده بالها، عندي مشكله. انا بحب جدا عشان دايما انا دايما بقول في كل حلقه يا جماعه مش لازم نبقى في مشكله كبيره، مسميني الدكتوره العايقه يا موسى. بنفسنا بالظبط، يعني ما حدش هيهتم غير انت اللي هتهتم بنفسك. انا بشكرك جدا يا دكتور حبيبي، طبعا نورتيني النهارده، ولازم بقى طبعا الاسبوع اللي جاي لازم نشوفك اكيد عشان نتكلم اكتر عن داينكود والكول ليفتنج والكلام ده كله. انا بشكرك، وكانت معنا طبعا دكتوره اميره النادي اخصائي الجلديه والليزر بعيادات نبض. ودلوقتي هنروح طبعا لفقره هتبقى معانا دكتوره اماني الصبح وهنتكلم اكتر عن الجمال، بس دلوقتي تعالوا نروح تقرير للفاشن ديزاينر الكويتي اللي انا بحبه جدا يوسف الجسمي، وهنرجع على طول.
تحفه، فساتين تحفه. نو كومنت. اه صراحه مفيش تعليق. ده غير المودلز كلهم ما شاء الله عليهم، بجد الواحد بيتحسر. طبعا دلوقتي هنتكلم عن فقره الجمال، وبما اننا طبعا عندنا بيج او عندنا اكونت على انستجرام، بيجي لنا مشاكل كتيره جدا للبنات اللي عندها مشاكل في البشره، مشاكل في جسمها. في واحده معينه طبعا بعتت لنا مشاكل، يعني لو هنتكلم عن مشاكلها النهارده فكانت نفسيتها في الارض تقريبا، وقالت انا ما عنديش امل خالص ان انا ممكن احل المشاكل دي. فاحنا خصصنا فقرة ليها عشان نقول لها كل الحاجات اللي هي محتاجاها، عشان طبعا احنا دايما بنقول جمالك بيهتم بكل جمال كل واحدة فينا. خلوني النهاردة تجاوب على أسئلتها دكتورة أماني الصبح، أخصائي الجلدية والليزر بعيادات نبض. نورانا. الله يخليكي، ده نور كنتوا الاثنين بصراحة. ايه الحلاوة دي كلها؟ كل سنة طيبة. صحيح، وانتوا طيبين يا رب ودايما بخير. طبعا انا اول سؤال او اول مشكلة عندها، ودي تقريبا يعني عندنا كلنا، مش هنقول يعني حد معين لا، لكن هي كانت دايما تقول انها بتعاني من على طول نضارة البشرة، ما عندهاش اي نضارة وعندها على طول مشكلة ان وشها يعني مش ساقط. يعني لما تشوفي حد تعبان او تحسي ان هو مجهد او مرهق او مش نايمه كويس او مش اكله كويس بالظبط. طيب يعني هي اغلب الناس بتيجي تقول انا ما عنديش نضاره في بشرتي. طيب هي ايه النضاره الاول؟ النضاره ان الوجه يكون مشدود، متوهج، متورد، وخالي من اي مشاكل. صح. اي حاجه موجوده طبعا ده بدايه فقدان النضاره. طيب في ناس بتيجي بتسال عن النضاره بس هي ما تبقاش واخدة بالها ان في مشاكل تانية حصلت في بشرتها بسبب فقدان النضارة. اكيد. فانا مش هينفع تسأليني في نضارة وانت عندك مشكلة. نعالج المشكلة الاول وبعد كده نبقى نحسن البشرة او نديها يعني نضارة. نعرف السبب الاول. يعني بصي في الصورة، النضارة مخلية الوش كل لون واحد. مخلية فيه فوليوم كويس في البشرة، وطبعا اللون متوهج وتحس ان في اللون الورد الخفيف بتاع البشره، وتحس انها زعلانه، وده غير بقى أيوة الكبر كبيره نفسه. في السن. كبيره في السن بالظبط، بتخلي البشره انها اكتر عرضه للشيخوخه الخارجيه والداخليه. فده بيأثر عليها جامد جدا. لكن طرق علاج النضاره يا دكتور بتبقى مختلفه، هل هي بتختلف حسب نوع البشره ولا حسب السن، المرحله العمريه اللي الكلاينت او البيشنت بيجي فيها، ولا بشره دهنيه، بشره فاتحه، بشره غامقه؟ هو ايا كان اللي احنا وصلنا له لازم نشوف تقييم الاول الكلاينت وصلت لايه من فقدان النضاره. فلو هي مثلا ان فقدان النضاره عملها شويه تصبغات، نعالج التصبغات وبعد كده نديها النضاره، نبتدي نعمل النضاره. طب يعني هي برضو نعرف خطوات النضاره ايه؟ ايه هي النضاره نقدر نحصل عليها بحاجات كتير جدا جدا، وكلها الحمد لله متوفره في عيادات نبض، واي جديد بيحصل في النضاره بيبقى على طول موجود في عيادات نبض. الفكره ان احنا ممكن نقدر نحصل عليه بالتقشير، ممكن نقدر نحصل عليه التقشير بانواعه. ممكن نحصل نقدر عليه بالبي ار بي بانواعها برضو، ممكن نقدر نحصل عليه بالاجهزه زي الهايفو زي جيد بلازما، ممكن نقدر عن طريق الفيلر. الفيلر اللي هو النضاره، مش الفيلر المالئ. بس المواد المالئه. بالظبط، هي الفكره ان الكلاينت وصلت لايه من مرحلة فقدان النضارة والمشاكل اللي ظهرت في البشرة بسببها، على هذا الأساس أبدأ أتعامل معها. يعني لو ابتديتي جلسة النضارة من النهاردة أو بكرة، طبعا عشان الناس أكيد قاعدين مستنيين العروض بتاعت عيادات نبض وإحنا داخلين على العيد، هل النتيجة ممكن دلوقتي لو اتعملت النهاردة أو بكرة تبان على العيد؟ بتبان على طول، اصلا اول ما بنعمل سيشن بتاعت النضاره بتبان جزء من النتيجه على طول، وهي قاعده وهي على طول، وبعد كده تبدا في تحسن على المدى الايام اللي بعد السيشن. اوكي. وطبعا لازم روتين معين نهتم ببشرتنا فيه عشان نحافظ على السيشن، فحرام يعني ما تبقاش عامله السيشن وتتنقع في الشمس او تقعد في الشمس فتره طويله. صح. لا حرام يعني. طب هي بتعالج حاجات تانية؟ يعني نقدر نقول احنا بنعمل نضاره وضربنا عصفورين بحجر زي ما نقول، وتبتدي تشتغل على مشكله ثانيه او تحل مشكله ثانيه؟ طيب احنا وصلنا للنضاره محتاجين عشان نحافظ عليها نمشي على روتين معين. خارجي وداخلي، يعني محتاجه تشرب ميه، محتاجه تاكل كويس، محتاجه تنام كويس. صح. في نفس الوقت محتاجه روتين البشره يحميها من الشمس، محتاجه كريم نهار وكريم ليل وحاجه مرطبه للبشره. بس هي بتعالج حاجه ثانيه؟ بتعالج مشكله ثانيه؟ بتعالج مشكله ثانيه. جلسات النضاره، بصي يكفي ان انا اقول لك ان اغلب مشاكل البشره جايه من فقدان النضاره. طبعا. فهي عندنا هنا، بصي نشوف هنا المراحل العمريه، هنا
مراحل فقدان النضاره بيعمل ايه في البشره؟ هي اولا ما شاء الله وشها مشدود، كونتور كويس، لون كويس، وتحس حتى نظره عينيها جميله. مع فقدان النضاره بتبدا الجفن يسقط شويه، طبعا يسقط، الالوان تختلف، ويبدا خطوط الابتسامه تبان. صح. كمان شويه تحس ان لا الجلد وقع خالص، الكونتور بتاع الوش فقد، وفي نفس الوقت تلاقي الخطوط والتجاعيد بدات تظهر فعلا. بتبان طبعا خصوصا مع العمر هتلاقي الموضوع فرق. الموضوع فرق، بس طول ما بنحافظ على النضاره بنأخر المشاكل دي انها تحصل معانا. عايزه اسالك بقى ان مشكله الهالات السوداء دي ما بقتش دلوقتي مرتبطه بسن، يعني بقينا نشوف شباب صغارين في العشرينات وما عندهمش اي مشاكل، لكن ماشيه بالكونسيلر. بالظبط، يعني الكونسيل. فالمشكله بتاعت الهالات السوداء دي هتتعاملي معاها ازاي؟ اولا لازم احدد سبب الهالات السوداء ده كان ايه. هل سببها وراثي، سببها انها بتحط ميك اب وما بتمسحوش كويس، سببها انها بتتعامل مع بشرتها بطريقه او روتين خاطئ، انها بتتعرض للشمس فترات كتيره جدا، تصبغ، ايه اللي حصل، تجاعيد، لازم اعرف المشكله ايه بالظبط، وعلى هذا الاساس بحددها. طبعا لو هي فقدان دهون حوالين العين ممكن احلها بفيلر او نانو فات، اللي هي دهون بسيطه بنحطها تحت العين، التقنيه الجديده اللي موجوده دلوقتي في عيادتنا. ممكن برضو لو هو تصبغ نعمل لها تقشير مخصوص حوالين العين، لو في تجاعيد نعالجه بالبوتوكس او بالهايفا مشت لازم. يعني مشاكل بسيطه، بتعتبر بسيطه، بسيطه يعني، بس نبداها بدري. اهم حاجه نبداها بدري. بس هي مشاكلها يعني باين عليها برضو، وعندها مشاكل كتير، عندها كمان مشكله تجاعيد، هي سابت نفسها لغايه ما وصلت لكل لا هي بعتها حاجات كتيره جدا فعلا. ففي كمان مشكله التجاعيد او حوالين الفم، بتقول كمان ان الخدود داخله لجوه، فدي كمان مشكله. انت ليه اتاخرتي للمرحله دي؟ بس الحمد لله كل حاجه وليها حل. السموكرز لاين او التجاعيد اللي حوالين الفم، التجاعيد دي ممكن نفكها لو هي في بدايتها بالبوتوكس، وبتبقى سهله جدا. لو هي عميقه شويه بعد ما نفكها بالبوتوكس احنا ممكن نملاها فيلر. فيلر بنحقنه بطريقه معينه بيبقى تحت سطح الجلد على طول، مجرد ان هو يملى التجاعيد ده بس. فشايفه الفرق ازاي؟ طبعا انا حولتها لمرحله عمريه تانية. صح، دي حقيقه. يعني لا هي اختلفت، في 10 15 سنه فرق بالظبط. بس الفيلر ده اكيد له استخدامات تانية غير التجاعيد، يعني اكيد بيستخدم في حاجات تانية. هل نوع الفيلر بيختلف ولا طريقه الحقن، وفين هي الاماكن اللي بيتعالج بيها الفيلر؟ بصي الفيلر بيبقى تركيزات مختلفه. الفيلر ده ممكن اعمل بيه ليفتنج للبشره، ان هو لو حصل ترهل بسيط ممكن ارفع بيه الوش، اعوض الفوليوم بتاع الخدود. ممكن ان انا اعمل اللي هي الدقن، في ناس بتبقى دقنها صغيره بطولها شويه، برسم التكساس اللي هي الجو لاين. ممكن اعالج بيها الحفره اللي تحت العين. ممكن نعالج بيها مشاكل الانف. دي الحاجات اللي ممكن نعالج بيها، وممكن برضو اللي هي التجاعيد البسيطه بنحقنها بالفيلر، بحيث ان احنا نعوض الفوليوم او الكسره اللي حصلت في الجلد دي بالفيلر، لانها ممكن برضو فيلر نضر. والايدين برضو ممكن نملاها بالفيلر. الايدين ممكن نعملها، بس هنا في نفس نوع الفيلر اللي بتستخدميه هنا هو ولا حتى الدبث اللي انا بحطه، يعني المكان اللي انا بحطه، في حاجات لازم احطها على البون عشان تبقى سبورتد، عشان تقدر ترفع لي الوش او تديني فوليوم. وهنا نفس الكلام. طيب اللي هنا تحت بحاول ان انا اعوض بيها الفوليوم اللي اتفقد حوالين العين. طيب في الشفايف ممكن اعمله توريد برضو للشفايف، النيزو ليبيال، احاول اعوض الخط الابتسامه اللي موجود ده، احاول اعوض بيه الحفره اللي اتكونت. في حاجات كتير ممكن برضو، النضاره، نقص النضاره، نحط فيلر نعوض النضاره اللي حصلت، فقدان النضاره اللي حصل. طيب هنروح لفاصل صغير ونرجع لسه مكملين. ولسه مكملين مع دكتورة أماني صبح، وأكيد بنتكلم عن الجمال وعن هي ما قالتش اسمها، أو مش هينفع نقول اسمها. احنا قلنا كذا مشكلة كانت عندها، ودلوقتي بتقول على حاجة تانية يا دكتور، عندها وحمة أو حسنة بس واضحة جدا في وشها وعايزة تشيلها. يمكن في بنات كتيرة جدا عندها يمكن حسنة حتى لو كبيرة شوية في وشها مضايقاها، برضو تبتدي تعرف تشيلها ازاي او تعمل ايه؟ هي الناس بتصبر عليها ليه مش عارفة، مع ان حلها سهل جدا جدا. الحسنة بالفراكشنال ليزر نقدر نشيلها. الحسنات؟ نقدر ولا الوحمات اللي هي بتبقى على شكل نمش مثلا؟ لا الوحمات حاجة والحسنات حاجة تانية.
الحسنات اللي بتبقى عاليه شويه او بمرتفعه بلونها متغير شويه دي ممكن نشيلها بالفراكشنايزر عادي جدا. الوحمات لا دي في منها انواع زي دي مثلا دي شوفي دي مش تحسيها برضو حسنه، دي حاجه تانية. الحسنات ممكن تكون متصبغه صبغه جامده وممكن صبغه اقل شويه اللي هي زي دي بالظبط. دي بس تتشال على طول بفراكشنال ليزر، بتعمل قشره بسيطه بتنزل بعد اسبوع بالكتير. يمكن زمان كانت الناس بتعمل جراحه يعني او تشيلها أو بغرز او كلام من ده، لا الموضوع يعني بقى اسهل الوقت وبتبقى باينه كتير. لكن ما بتسيبش مكانها اثر؟ لا ما بتسيبش لو هي ولا نقطه بيضه كده حتى يعني ولا لا هي بتبقى حاجه بسيطه قشره زي اي جرح عادي بتلم عادي ما فيش فيها اي حاجه ان شاء الله. مره شفت وحمه اللي هي الوحمات اللي بيبقى فيها شعر تحسي ان هي يعني زي قطه او حاجه يعني، هل دي برضو بتتعالج بنفس الاجهزه؟ في وحمات بتتعالج باجهزه انواع ليزر معينه، وفي وحمات بيبقى علاجها صعب شويه او بياخد وقت شويه فممكن تتحسن. عشان بس ايه الناس ما تتلخبطش في الحته دي. لكن بتروح مع الوقت ان شاء الله باذن الله. طيب انا اغلبها بيروح يعني على مشكله ملهاش علاقه بالبنوته اللي بعتها لنا، هي مشكله عامه عند كل الستات وعند كل البنات وعند كل الامهات تخص الشعر. الشعر انا عايزه اعرف منك ازاي هنعالج تقصف هيشان تحسي فجاه ان الشعر بيكش يعني مثلا او بيتطاير كده يعني تبقي غاسله شعرك وشعر طويل وبعد ما ينشف تلاقيه بدل ما هو هنا بقى هنا. طبعا ازاي احنا ممكن نعالج ده وليه بيبقى بيحصل ده؟ هل ده طبيعه الشعر ولا الجو؟ ده سؤال حلو جدا جدا جدا. ليه بيحصل الحاجات دي؟ بدايه المشاكل بتاعه الشعر في الجفاف. في الجفاف، عدم شرب الميه. عدم شرب الميه او ماسكات للشعر او تمشي على روتين مخصص لشعرها لنوعيه شعرها او انها بستايلنج كتير، مفيش تغذيه كويسه، بتتعامل مع شعرها بطريقه عنيفه شويه، صبغات كتير. صبغات كتير ده طبعا يعني من الحاجات اللي بتدمر الشعر جدا. فهي جفاف، هيشان، تقصف، تكسر، سقوط. سيناريو ورا بعضه كده. لازم ده هو بيحصل عندنا كلنا. هل فعلا التغذيه السليمه بتعالج الموضوع ده؟ فعلا حقيقي التغذيه السليمه بتعالج الموضوع ده. وبرده فروه الراس لازم تكون هيلثي، مفيش فيها فطريات، مفيش اللي هو في ناس بتحب لما تعمل شعرها تشده شده جامده كده فتلاقي الشعر لما انا بشوف الامهات الاطفال بتوع المدرسه بلاقي البنوته يا عيني مشدود شعرها بدرجه غريبه لدرجه ان عينيها عامله كده جحظه او طالعه بره زي الصينيين او كده يعني ليه؟ طيب يعني دي بقى البنوته دي اما بتكبر بتلاقيها جايه مشكلتها قرطها قد كده قرطها قد كده بصي صوره شايفه الشعر تحسي ان هو هايش كده. ده مش معمول ستايلنج. ده مش مفروض ولا معمول ولا اي حاجه، ده شعر عادي مفيش فيه حاجه بس هو متغذي كويس مترطب كويس. شوفي اول ما جفاف بيحصل ايه؟ طبعا متطاير. شويه شويه تلاقي الاطراف بدات تتقصف وسبلتد. هي بدايه فعلا التقصف بيفضل بقى تطلع لفوق بيفضل لفوق بقى والشعر يطول عليها. شايفه؟ بصي دي الشعريه الهيلثي بيبقى فيها مسامات عشان توصل لها التغذيه وفي نفس الوقت متماسكه من اولها لاخرها. طبعا. طب نحلها بقى ازاي؟ يعني ايه ايه البروتوكول او التكنيك بقى اللي احنا نبتدي يعني خلاص بقى ناخد الخطوه ونبتدي نعمل بلازما ولا نعمل ايه؟ اولا لازم نشوف حاله الشعر وصلت لايه وفروه الراس حالتها ايه. بنعمل لها تحاليل مناسبه عشان نشوف برضه هي بتتغذى ولا لا. طبعا أكيد. بعد كده بنبتدي علاجات مكثفه من البلازما والميزوثيرابي بحيث ان احنا نفوق بصيله الشعر. بتحقنيها ولا بتعملي لها يعني ازاي بتدخليها جوه؟ هقول لك حاجه، في حق وفي درمابان. انا بفضل الدرمابان. انا مدرسه الدرمابان جدا في البشره والشعر. اوكي. ليه؟ لانها بتضمن لي ان انا بدخل عمق معين ومطابقه معينه، انا هي دي اللي انا تارجت ليها في مناطق اكتر بالظبط، وان انا بوزعها كويس جدا وببقى ضامنه ان الماتيريال كلها دخلت بنفس السوا. الديرما بان دي اللي هي بتبقى بسنون كده. هو قلم اخره سنون بيمشي بسرعات معينه بحيث ان هو يفضل. تقنيه المايكرو نيدلينج دي بتحفز الدوره الدمويه وانتاج الكولاجين وان هو كل شويه المكان يتغذى. انت لما بتمشي على البشره بيها او على فروه الراس، هل ده انت بتنغذي البشره او السكن فبتفتحي المسام بتاعته؟ مش تفتيح مسام، مجرد ان انا بعمل يعني هي مايكرو نيدلينج يعني فتحات صغيره جدا ما بتتشافش بالعين المجرده. اوكي. مجرد ان انا بعمل ديليفري للماده ان هي توصل للمكان اللي انا عايزاه. تعمل لو انا بعالج الصبغه خلاص تعالج للصبغه، لو انا مثلا بعالج التجاعيد هي تظبط لي التجاعيد شويه، لو انا عايزه ادي نضاره
انا بس مجرد ان انا بحط الماده وبعملها بس بالدرمابن. وانا محتاجه كام جلسه علشان شعري يبقى يرجع تاني كده شكله هيلثي كده و... احنا محتاجين في المتوسط من 6 ل 8 جلسات، بتبقى جلسه كل شهر، معاها بيبقى في روتين ماشيه معاه، من شامبو، من ماسك مغزل الشعر، من حاجات فخاخات توبيكال تحطها على فروه راسها، بعلمها ازاي تتعامل مع شعرها، بعلمها ان حتى الفوطه بتاعتها تكون قطن وبلاش اللي هو العنف في اي حاجه. الستايلنج هيقل لو في صبغه، في ناس متعوده على الصبغه دي زي اخر كل اسبوع لازم اتغدى في مكان فلاني. ايوه في ناس كده كتير بقت عندها هوس ان هي عايزه تغير لون شعرها كل فتره، وفي الاخر تيجي تعيط لنا بقى يلا على الكوافير اعمل لي شعري تعيط لنا في الاخر. طب هل البحر، انت عارفه طبعا كل الناس دلوقتي في الصيف والبول والبحر وكده، هل دي حاجات من الممنوعات ان انا استعمل او يعني انزل البحر والبول، ولا بابلاي حاجه على شعري قبل ما بنزل لازم وانا في فتره العلاج دي؟ ده سؤال مهم جدا، ان احنا الفتره دي هو فعلا مكانه لازم نكون الشعر نحط عليه هير سيرم او ماسك معين يحميه، وبيبقى فيه كفر هير كفر بحيث ان احنا البول بيبقى اللي هو البوني يعني بلبس يعني كاننا عاملين عازل تماما مع الشعر عشان طبعا لو في الشعر عشان ما يدمروش البصيلات او مش البصيلات فتله الشعر نفسها ما اكيد طبعا. طب لو هنتكلم عن التلفين بقى اللي هو التقصف في الشعر، احنا يمكن خلاص يعني انت قلتي على الروتين وكل حاجه ونعالجه ازاي، بس انا اوريدي عندي تقصف، هل التقصف ده برضو بيتعالج؟ ده لازم ده شعر طالع لو خدتي بالك ما ده الصورة. انا هقصه لان خلاص ده مات، ده اطراف الشعر دي ميته، فلازم اقصها واحاول ان انا اغذي الشعرايه من اول جذرها لغايه نهايتها اخرها. بالظبط، فهي التغذيه دي يعني التقصف لازم يتقص دكتورة أماني صبح أخصائي جلدية والليزر بعيادات نبض، أنا بشكرك جدا وكل سنة وأنتي طيبة. مش عارفة هيبقى فيه أكيد هنشوف بعض تاني بعد العيد إن شاء الله يا رب، ونكون مجهزين لك أسئلة كتيرة كده إن شاء الله. يعني عايزة أقول لكم وأفكركم تاني إن عيادات نبض عاملة خصومات بسبب العيد، فنلحق إن إحنا نكلم الكول سنتر علشان نلحق العروض بتاعة عيادات نبض. عندنا دلوقتي تقرير هنشوفه مع دلا عن النظارات، الموضه بتاعه النظارات، انا بلبس انهي نظاره بتليق على وشي، وبعد كده هنشوف امنيه طاهر وضيفتها، خلوها مفاجاه، ونشوفكم في حلقه بكره انا وإنس ان شاء الله. الى اللقاء. هبدأ معاكم دلوقتي بالنظارات الشمس، وهنتكلم عن نظارات الساحل وشرم والغردقة والنظارات بتاعت البيتش بشكل عام. طبعا طالع في مدة الصيف السنة دي الألوان، عندنا الأحمر والأخضر والأزرق والبينك، حتى الأورنج اللي اتكلمنا عنه أكتر من مرة، الألوان المجنونة بشكل عام. الألوان دي تريندي قوي السمر ده، وهتبين شكلك ان انت ايه ماشية على الموضة، وهتليق كمان معاكي على اي وش، لان احنا عندنا شيبت مختلفة، عندنا المدور وعندنا المربع وعندنا كمان اللي جاي زي كده، الشكل ده جديد مثلا، واللون كمان ممكن نلبسها ونشوفها. وزي ما شفنا النظارات الملونة، دلوقتي هنروح للنظارات الكلاسيك اللي تليق أكتر في العادي في يوميا، ومثلا رايحة انترفيو، رايحة الشغل، الكلام ده كله. أنا اخترت أول نظارة دي لأنها لايقة على الأوتفيت بتاعي، زي ما احنا شايفينها كده ماتشنج قوي، والشيب بتاعها حلو تمام. في منها كمان الأخضر، اتكلمنا عن الاخضر الصيف ده كتير جدا، ان الالوان اللي طالعه موضه الاصفر والاورنج والاخضر، ففي الاخضر الراوند ودي بتليق على الوش المدور والهارت شيب. ممكن نروح للنظارات الساده اكتر تمام، النظارات اللي هتنفع على اي اوتفيت، حاجه زي كده
اوكي. وبرده المربع لايقه على وشي. اهم حاجه لو وشك كبير ممكن تلبسي نظاره كبيره، بس لو وشك صغير ابعدي جدا عن النظارات الكبيره، خليكي مثلا في نظاره زي كده. خلينا نشوف النظاره دي، دي هتليق على الوش الصغير اكتر. وفي نظاره زي دي مجنونه، دي هتليق معاكي في اي مكان، نفس الوقت هيطلع شكلك ماشي على الموضه وفكره جديده مختلفه. ومش معنى انكم بتلبسوا نظارات طبيه انكم ما تمشوش على الموضه، في كمان نظارات طبيه طالعه ستايلز مختلفه وجديده وشكلها غريب في نفس الوقت، عجبتني فكرتها جدا. ستايل مختلف، ما تخافيش دايما انك تلبسي حاجه مختلفه او انك تعملي حاجه غريبه. في كمان عندنا حاجه زي كده، نظاره زي دي، دي من ضمن اختياراتي لو في يوم هلبس نظاره طبيه هلبس حاجه زي كده، او مثلا معانا نظاره زي دي شكلها جديد برضو. وكمان يا جماعه الالوان زي الازرق والفوشيا والاصفر والاورنج، الالوان دي كلها في النظارات الطبيه هتطلع حلوه وشيك في نفس الوقت. رجعنا لكم تاني مكملين فقراتنا، ومعايا طبعا جمالك من الطبيعه. زي ما قلنا في اول الحلقه ان احنا مشكلتنا دايما كمصريين ان احنا مش بنهتم ببشرتنا غير بعد فوات الاوان. مهم جدا علشان تحافظي على بشرتك وتبقى بشرتك حلوه جدا حاجتين اتنين، اولا ان انت لازم تبتدي بدري، يعني من سنه 18 سنه 20 بالكثير جدا لازم تكوني ابتديتي ان انت تهتمي ببشرتك. تاني حاجه روتينك اليومي، لازم يكون في روتينك اليومي عندك كريم الليل بتاعك. ما عندكوا كريم ليل ولا ايه؟ انا بستعمل كريم، بس انا بحب بقى عارفه ايه امنيه اكتر، معرفش ايه الناس بتعمل زيي ولا، انا بحب اعمل حمام بخار لوشي، بحب احط عسل، مهم جدا، بحب احط حاجه اسمها بذر قطون، حاجات بقى طبعاً يعني بحبها. بصي يعني الروتين اليومي ده ان احنا نحافظ ازاي على بشرتنا، روتين يومي روتين اسبوعي من اهم الحاجات، ولكن من اهم بقى الحاجات في روتيننا اليومي كريم الليل. كريم الليل احنا معانا النهارده كريم الليل من اورا. كريم لبن الجمل، هنقول بقى مكوناته. الماده الاساسيه الموجوده فيه لبن الجمل. قصته سريعا كده، احنا ليه بنقول ان هو كريم قوي جدا، فعال جدا في تفتيح البشره وفي النضاره، وبيخلي بشره صافيه جدا نضره جدا، بيقاوم التجاعيد. هو الجواب باين من عنوانه، انت اكيد بتستعملي صح؟ اه بحطه باين طبعا. انا مش عايزه اقول لكم انا يعني بلعب في وشي حاجات كده كتير، لا عايزه اقول لك الكريم ده بجد ناس من الكريمات القويه جدا. ليه يعني نتكلم كلام منطقي كده، هو ليه قوي جدا؟ لان هو بخلاصه لبن الجمل، الماده الخام الاساسيه فيه احنا عاملينه بلبن الجمل. لبن الجمل من الحاجات اللي فيها فيتامين عالي جدا، فيتامين سي قوي نسبه كبيره جدا، في نسبه كالسيوم عاليه، الحديد فيه 10 اضعاف نسبه الحديد في اي البان ثانيه. كانت قصته ايه بقى؟ هي قصته بدويه، يعني كانوا البدو زمان لما بيجيبوا اللبن بتاع الجمل كانوا بياخدوا اللي هي الرغوه اللي على الوش كده اللي هي القشطه، زي القشطه وكانوا بيحطوها على بشرتهم كماسك وكريم، فكانت بتفتح البشره جدا. فمن هنا ظهرت بقى حته كريم لبن الجمل وفوايد لبن الجمل للبشره، فاحنا بقى عملنا كريم. يعني فوايده كتيره غير التفتيح ولا هو بس بيفتح البشره جدا؟ بيوحد لونها، بيوحد لونها. البنات اللي عندها اثار شمس وبتخرج بشرتها بتتاثر بسرعه جدا بالشمس، بيحصل عندها زي بقع، هو بيودي الحاجات دي تماما. تجاعيد الخطوط التعبيريه اللي بتبتدي بدري دي من الحاجات المهمه جدا اللي بتاثر. يعني انت قعدتي قد ايه تستعمليها امنيه لحد ما حسيتي ان فعلا جاب نتيجه؟
بيبان تأثيره بعد قد ايه، بتفرق من بشرة لبشرة عشان نكون واقعيين. لازم يعني في ناس بشرتها بتبقى بتتأثر بسرعة جدا بالشمس وبتبقى بتخرج مجرد ما بتخرج يوم واحد بتبتدي تحصل لها مشاكل في البشرة، وفي حد تاني لا مشاكل بشرة عنده أقل شوية، لكن بتبتدي تلاقي نتيجة حلوة من في ناس من 3 أيام بجد فعلا، ناس بتاخده 3 ايام وتقول بس ده ممكن في الاول بقى يعني الحالات اللي هي الحالات اللي هي البسيطه اللي هي الحاجات بقى. لكن عموما النضاره بيدي نضاره قويه جدا. طب ده بينفع في الهالات ولا حلو جدا جدا كمان للهالات السوداء. هو في احنا كمان حاطين عليه نسبه كولاجين على فكره. اورا تعتبر الشركه الاولى اللي عملت كريم ليل بلبن الجمل، يعني كريم ليل لبن الجمل ده مش موجود اصلا في مصر. هي فوائد لبن الجمل معروفه، لكن ان هو يبقى فيه كريم بلبن الجمل ده مش موجود غير اورا اول حد. كان غير في اورا كمان. بقى معاه ايه؟ الغسول بتاعه. احنا عاملين معاه الغسول بتاعه بنفس الخواص لبن الجمل والكولاجين. غسول ده غسول بستخدمه الصبح وبالليل. بغسل بيه بشرتي كل يوم. ليه بقى؟ لان الكريم من الحاجات لو انا حطيت الكريم على بشرتي من غير ما انضف المسام هيبتدي يظهر مشاكل مش يعالج، ابتدي يظهر حبوب. يعني لازم انضف البشره تماما. لازم بشره تتنضف، دي من الحاجات المهمه جدا. يبقى بغسل وشي الاول بالغسول. وده شكل الكريم لو هو وريني حتى الكاميرا هتجيب. ده شكل الكريم لونه ابيض بقى لونه كريم. الكريم ابيض معاه الغسول بتاعه زي ما قلنا. بنغسل الاول بالغسول بتاعه وبعد كده نبتدي نحط الكريم بالليل لانه فيه فيتامين سي. فيتامين سي بيتاكسد مع الضوء. ودايما بنقول ليه بالليل؟ يعني ليه بنحط دايما الكريمات بالليل والسيرم بالليل والحاجات دي؟ بيبقى استيعاب البشره اكتر. البشره بتستوعب اكتر زي ما انا نايمه بقى مش بتعرض ولا بخرج ولا بروح في اي حته فخلاص. والضوء بيأثر، الحر بيأثر، لو تعرضتي لحرارة فرن، للتراب، لعوامل جوية، كل ده بيأثر على البشرة. تأثير الكريم على البشرة بيقلل تأثير الكريم على طب البشرة. طب أسألك حاجة، لو حطينا كريم في الصبح بيبقى بيضر لبن الجمل لأنه فيه فيتامين سي عالي. أولا لبن الجمل فيه فيتامين سي وإحنا كمان ضايفين عليه فيتامين سي وفيه كولاجين، فمهم إن أنت ما تحطيهوش بالليل. عارفة بيبقى كمان في أماكن غامقة يا إيناس، يعني مثلا العرايس لما تيجي تتجوز او ساعات من الصاله بيبقى في الناس عندها حلوه جدا الاماكن دي فعلا، يعني جداً بيجيب نتيجه جدا جدا. الله، نتائجه فعاله بجد. في ناس بيبقى عندها اصلا التصاق فخذين وكده برضو، واماكن غامقه كتير جدا، اندر ارم، الحاجات دي كلها. اندر ارمز في ناس بتستعمل ديودرنتس غلط وبالتالي اللي بيحصل ان انت بتلاقي سواد او الواكس بتلاقي مكانها برضو غمقان. صح. طب ده بينفع مع كل انواع البشره؟ كنت لسه هقول لك بينفع كل انواع البشره، لكن مهم زي ما قلنا البشرة الدهنية من البشرات اللي لو استخدمتي عليها اي كريم او اي سيرم للبشرة بالليل من غير ما تنظف المسام كويس جدا وتبقى نظيفة بيبتدي يطلع لها حبوب. فده مهم قوي ان احنا ننظف بشرة كويس جدا كل يوم بالغسول بتاعه. في كمان بقى صابونة لبن الجمل، بس احنا ما جبناهاش، صابونه خرافيه بجد. وفي بقى ناس بتخاف من فكره انه لبن جمل فريحته تبقى مش حلوه. ريحته حلوه جدا. يعني ما فيهوش اي ريحه. اكيد بنحط له حاجات طبيعيه برضو تعمل، بس احنا مش حاطين حاجات. هو ريحته حلوه من الحاجات الطبيعيه اللي ريحتها حلوه، الريحه بتاعتها مش نفاذه، مش هتضايقك يعني. لكن هو زي ما قلنا بنحطه بالليل لكل الاعمار يا امنيه، يعني مثلا ممكن حد البنات صغيره ولا احنا كنا لسه بنتكلم بقى دلوقتي ان مهم جدا البنت تهتم من سن لا قصدي اطفال يعني 12 سنه. لا في بنات اطفال ممكن تلاقي وشها بقع من كتر الشمس والبول وبتبقى تمارين السباحه والكلام. لا هو مش صح ان انا احط الاطفال استخدم حاجات للكبار للاطفال عشان نبقى منطقيين، لكن الاطفال بيبقى ليهم روتين. احنا برضو عايزين نعمل، بس عارفه ساعات برضو الامهات تقول لها تعالي تعالي هحط لك من ده بكره شويه. لا غلط جدا. بس انت فعلا على فكره قلتي حاجه مهمه جدا يا رانيا، احنا عايزين نعمل حلقه خاصه للاطفال، للاطفال روتين للبشره للاطفال، ازاي يقدروا يهتموا بحاجات البسيطه لازم الطبيعيه. لازم يهتموا حتى بالاكل. يهتموا، لكن هي ممكن تستخدمه بنتها على الركب مثلا. إيه لو انا بنتي مثلا ركبها غامقه شويه، عندها الكوع غامق شويه، ممكن تحط لها منه على الركب او الكوع. طب انا عايزه اعرف برضو، عارفه المحجبات بيبقى عندهم مثلا منطقه في فرق بين يعني بين اللونين، ده يفرق جدا معايا؟ بيفرق يعني جدا. حتى لو مش هيبيض المنطقه الفاتحه؟ لا بيبيض، بيرجع اللون الاصلي تاني. بس مهم بقى برضو وهي نازله تبقى تحط سان بلوك من الحاجات المهمه. لكن هو مضادات اكسده قويه قوي. في نسبه عاليه من مضادات الاكسده والاحماض،
فبتخليكي تأثير الشمس عليكي وتأثير الجو عليكي يبقى أقل، بتبقى بشرتك بتستفيد أكتر بالكريم، بيحميها أكتر، بيوحد اللون، بيوحد اللون حلو قوي، وبيدي نضارة. إحنا مشكلتنا كمان إن إحنا ما عندناش نضارة مع من كتر الميك اب والجو واللي إحنا بنعمله في البشرة، فبتقل نضارتها مع الوقت. فمهم جدا من سن العشرين بالكتير يعني 18 يا ريت إن إحنا نبتدي نستخدم بتهيألي كده. احنا يعني النهارده اتكلمنا عن كل تفاصيل البشره وكل علاج التجاعيد، اي حاجه تخص البشره. يعني بتهيألي خلاص كده يا ايناس، كده امنيه خلاص وصلنا لاخر حلقتنا. نشوفكم بكره في حلقه جديده ان شاء الله، والى اللقاء وغدا جمالك.